قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين. من الفوائد تحت هذه الآية أن الربوبية ماذا قلنا فيها؟ أنها تربية الله عز وجل لخلقه كلهم، المؤمن الكافر الفاسق الإنس الجن، وفيه ربوبية خاصة، خاصة مهمة جدا. قد تكون الربوبية العامة تكون تربية للبدن، أكل طعام شراب صحة، لكن فيه شيء يحتاج إلى تربية الله عز وجل، ما هو؟ القلب، أن يربى بالإيمان، أن يغذى بطاعة الله عز وجل، وهذه الربوبية الخاصة. ولذا تأمل أن الرسل عليهم الصلاة والسلام وأن الصالحين إذا دعوا الله عز وجل يصدرون دعاءهم بقولهم ربنا، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. أي ربوبية هنا؟ الربوبية الخاصة، وهي ربوبية الله عز وجل للمؤمن فقط، يربيه، يربي ماذا؟ يربي قلبه، يغذيه بالإيمان بالخير. فاسأل ربك أن يربيك الربوبية الخاصة.